مساء الخير ولقاء متجدد مع حضراتكم مع من القاهرة ومتابعات بتتواصل معاكم وأكثر من وقفة حوارية في هذه الحلقة من البرنامج من دلوقتي وحتى حوالي 11 ونصف مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة النيل الأخبار. نبتدي مع حضراتكم بجولتنا الإخبارية المعتادة وأول محطتنا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه مشروع الريف المصري خاصة إمدادات مياه الري وجودتها. جاء ذلك خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات شركة تنمية الريف المصري الخاصة باستصلاح الأراضي، وقد تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروع زراعة 1.5 مليون فدان على مستوى الجمهورية في نطاق شركة تنمية الريف المصري، بما في ذلك مكونة البنية التحتية من شبكات الطرق والكهرباء والاتصالات ومقننات مياه الري، وذلك المواقع الجغرافية المختلفة للمشروع على مستوى الجمهورية خاصة مناطق المنيا ومنفلوط وتشكى والمغرة وسيوة والفرفرة والطور. كما تم عرض الجهود المبذولة على مدار الفترة السابقة لتطوير شركة تنمية الريف المصري وتعظيم الاستفادة منها خاصة تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمتابعة ورصد موقف الأراضي ووضع نظام أساسي لتكويد الأراضي التابعة للشركة وكذا إعداد الخطة التسويقية الشاملة لأراضي الشركة. وقد وجه السيد الرئيس بقيام جميع جهات الاختصاص بالدراسة المدققة لأي تحديات راهنة قد تكون استجدت وتواجه المشروع خاصة ما يتعلق بإمدادات مياه الري وجودتها ومكونات البنية التحتية لا سيما تلك المتعلقة بتمهيد الطرق وأعمال التغذية الكهربائية وتطوير الآبار، فضلا عن النظر في توطين بعض الأنشطة الأخرى الإضافية بالأراضي التابعة للشركة وذلك بهدف تعظيم الاستفادة القصوى من إنتاجية المشروع. بعث رئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما أوفد رئيس السيسي محمد يحيى الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة المملكة الأردنية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة. قال لواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري إنه تم الانتهاء من البنية التحتية ب1.5 مليون فدان ومنها طرق ومياه وكهرباء. وأضاف رئيس مجلس إدارة الريف المصري أن هناك دعما من رئيس عبد الفتاح السيسي لتذليل العقبات لأي مستثمر مباشرة، وبالفعل تم تسويق أكثر من 0.5 مليون فدان للاستثمار فيها وكذلك دعم المنتفعين من الأراضي ووضع خارطة لتحلية المياه من درجات الملوحة. أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديرها لدعم مصر لجهود التهدئة في اليمن. وفي وقت سابق وصل مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانس جرونبرغ مشاوراته مع كافة الأطراف اليمنية والدولية لليوم الثاني على التوالي من أجل بناء عملية السلام وتشاور حول الأولويات العاجلة والقصيرة وطويلة الأمد للقضايا الاقتصادية التي يتوجب التطرق إليها في عملية السلام في اليمن. أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين تعرض فيه وثيقة لسياسة ملكية الدولة
وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر. وشدد المصدر على أن الحكومة مستعدة لسماع كل الآراء والتوجهات، لأن الهدف هو هدف واحد ومصلحة واحدة، مصلحة الوطن ودفع الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي لمراجعة مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور الوزراء المعنيين. قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن مبادرة حياة كريمة تشمل تطويرا شاملا للقرى والريف المصري وتطوير وتأهيل الطرق وغيرها. وأشار الشعراوي أن التكلفة المقدرة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة إلى 1 تريليون جنيه، ومن الممكن أن تتجاوز هذا المبلغ في ظل الأسعار الجديدة. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. ونتحول مشاهدينا الكرام لمتابعة نشاط مجلس الوزراء وإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين لتدشين الحوار المجتمعي. ينضم إلينا المزيد من المتابعة الأستاذ كمال ريان المتخصص في شأن مجلس الوزراء. تحية لحضرتك أستاذ كمال، مساء الخير. أهلا بحضرتك فندم. دلالة يعني عرض مثل هذه الوثيقة وطرحها للحوار المجتمعي، ويعني يعني طبعا إن تقدر الإشارة لأن هذا الحوار سوف يستمر لثلاثة أشهر، ما المرتقب خلال هذه الفترة؟ الحقيقة طبعا هذه الوثيقة وثيقة ملكية الدولة الحقيقة تمثل مرحلة فارقة على طريق التطور الاقتصادي لمصر خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. مصر نجحت باقتدار في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الاقتصاد مصر اصبح اقتصاد قوي، وده اللي يمكن جعله يواجه ازمات عالميه اثرت على اقتصاديات دول كبرى، لكن الاقتصاد المصري صمد. المشروعات القوميه اللي كانت الدوله لابد ان تنفذها خاصه بعد 2011، الدوله اخذت على عاتقها تنفيذ مشروعات قوميه كبرى تنادت الاقتصاد المصري ووفرت ملايين فرص العمل. حان الوقت بعد ان اجتزنا كل هذه المراحل وبعد ان قوي الدعاء لاركان الدوله المصريه ونجح برنامج الاصلاح الاقتصادي وواجهنا كمان هذه العواصف العالميه بثبات، ان يعني تعلن الدوله عن وثيقه الملكيه اللي بتستهدف توضيح الصوره وتوضيح الرؤيه للفتره المقبله، ايه المشروعات اللي الدوله هتكون مهم انها تتواجد فيها لانها متعلقه. ما الذي تمثله مساله فتح الباب امام كل الاراء والتوجهات، وما الرساله التي يعني يعكسها ذلك، وذلك بالتاكيد في اطار السياسه العامه للدوله المصريه في هذه المرحله بعدم اقصاء اي قوه؟ نعم ده حقيقي، يعني الحقيقه يعني زي ما راينا في الحوار المجتمع اللي دعا عليه السيد الرئيس، الحقيقه ايضا الناحيه الاقتصاديه بتشهد ايضا شوار حول وثيقه ملكيه الدوله، وده يؤكد الحقيقه ان الدوله المصريه بتحرص على ان هي وهي تتخذ القرارات المهمه وهي تضع خارطه الطريق للمستقبل تحرص على ان تكون كل القوى ممثله وكل الاتجاهات، والشباب المصري ممثل، المراه ممثله، الاحزاب كلها ممثله، النقابات، القطاع الخاص ايضا، واحنا بنتكلم عن جزء الاقتصاد وثيقه ملكيه الدوله ممثل ايضا ويطرح رؤيته، بحيث يكون يعني وثيقه ملكيه الدوله بتعبر عن توافق ما بين الحكومه والقطاع الخاص وكل القطاعات المؤثره، هتخرج معبره عن رؤيه يعني رؤيه متكامله من كل الاطراف لمستقبل العمل الاقتصادي ومستقبل التطور الاقتصادي في مصر خلال الفتره المقبله. وده يمكن يؤكد ان نهج اللي بتتبعه الدوله المصريه حاليا، وهو ان بناء الوطن بيتم من خلال كل الوطنيين وكل المصريين، وكل الاراء وكل الافكار هتكون مطروحه للخروج برؤيه يعني موحده لبناء باذن مصر الله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك استاذ كمال ريان جزيل الشكر على هذه المداخله. إلى أصداء وانعكاسات ونموذج ربما يستحق الاقتراب منه بشكل أكبر حياة كريمة بما تمثله من بعد اقتصادي واجتماعي، وما تهدف إليه من تنمية المواطن المصري وتمكينه في المجتمع المصري ارتقاء إلى بناء مصر الجديدة التي نحن بها. ينضم إلينا المزيد من المتابعة عبر الهاتف الدكتور صلاح هاشم أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة حلوان. تحية لحضرتك دكتور صلاح. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك فندم. يعني تنفيذ مبادره حياه كريمه وفكره يعني التكلفه الخاصه بها اللي ممكن تكون مرشحه للارتفاع تواكبا مع ارتفاع الاسعار العالميه، وما تمثله هذه المبادره بالنسبه للدوله المصريه وبنائها وتنميتها، كيف تنظرون الى ذلك؟ لا يا فندم، زي ما حضرتك تفضلتي انه الموازنه بالزياده المستمره، ويمكن المرحله الاولى اللي بدات في 2016 وانتهت نهايه في 6/1 كانت تكلفه 121 مصري، ده بس ايام المبادره الرئاسيه حياه كريمه. بعد كده تحولت المبادره الى مشروع قومي لتطوير الريف المصري بموازنه تقريبا 400 مليار جنيه مصري في العام الاول، طبعا 200 مليار في السنه الاولى. بعد كده ازمه العالميه، حرب ما بين روسيا وما بين اوكرانيا، طبعا ادى تعقيم الدولار بشكل كبير على التعويض المصري، ادى الى معدلات التضخم، وبالتالي ان الموازنه تتجاوز مليار جنيه. لكن اكد الدوله المصريه قادره توفير هذه الموارد، وبالفعل بان الحكومه المصريه تتوقف في تنفيذها في سواء المشروعات القوميه الكبيره او حتى في قوم تطوير الريف المصري، اننا نعتمد بان تكلفه التوقف اكبر من الاستمرار. بشكر حضرتك دكتور صلاح هاشم، استاذ التخطيط والتنميه بجامعه حلوان. قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية إن أسعار الدواجن انخفضت إلى حوالي 30 جنيها مقابل 40 جنيها خلال آخر يوم في شهر رمضان بنسبة 25%، مرجعا أسباب الزيادة خلال شهر رمضان لارتفاع أسعار المواد الخام من مستلزمات الإنتاج. وذكر عبد العزيز أن التحركات الإيجابية التي حدثت خلال اليومين الماضيين من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والتوسع في مشروع الدلتا الجديدة وزراعة المحاصيل الخاصة بالأعلاف من أهم الإجراءات في المرحلة الحالية، لأن ذلك سيؤدي إلى وفرة ويقلل الاستيراد من الخارج. نظر أكثر قربا للإجراءات المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وأكثر من منحة تتجه الدولة المصرية في هذا الإطار وفي هذه المرحلة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية. أهلا بحضرتك دكتور عبد العزيز. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. الانخفاض النسبي في اسعار الدواجن، ويعني بالتاكيد ناخده يمكن فيما يخص يعني هذا المجال، وايضا ما يعكسه من رسائل في اطار الخطوات اللي بتتخذها مصر من اجل تخفيف الاثار المترتبه على الازمه الاقتصاديه العالميه، والتوجه خطوه خطوه نحو الاكتفاء الذاتي، ارتقاء ايضا الى الاستغناء بشكل نسبي عن الاستيراد، وافاق ايضا ربما تصدير. ده طبعا شيء جيد جدا، وعايز اقول لحضرتك الدوله مهتمه جدا بالامن الغذائي، لان الامن الغذائي امن قومي، ومفروض ان احنا الدوله تقوم بتوفير كل المواد الغذائيه لكل جموع الشعب، ولابد ان توفرها باسعار مناسبه، وده اللي احنا بنسعى ليه. وده زي ما حضرتك ذكرتي في التقرير ان في تحركات ايجابيه لزراعه المحاصيل الخاصه بالاعلاف زي الذره والصويا، وايضا المحاصيل الزيتيه الصويا وعباد الشمس، وده شيء جيد جدا، وده احنا كنا بننادي بيه، وده كلام جيد جدا معالي رئيس الجمهوريه في خلال الدلتا الجديده تحدث عن هذا الامر. ده شيء من الاشياء المهمه جدا في ظل الازمات العالميه، وكل الدول اللي بتنتج النهارده بتقفل على ذاتها تحسبا لاي عقبات او اي مشاكل. من هذا المنطلق الحمد لله النهارده في تحركات ايجابيه في هذا الصدد، وده شيء جيد جدا، واحنا بنعضد هذا الامر واحنا واقفين خلف القياده السياسيه في هذا المجال، لان الدواجن تعتبر من الحاجات الخاصه بكل المواطنين. انا الحمد لله عندي اكتفاء ذاتي النهارده يصل الى 100% بالنسبه للدواجن، انتاجي جيد جدا. ربما المشكله اللي بتواجهنا هي مستلزمات الانتاج، لان بتستورد 80% من مستلزمات الانتاج من الخارج، وده العقبه الوحيده. وفي ظل الازمات العالميه المتواجده حاليا حصل ارتفاع في المواد الخام، ادى الى ارتفاع الاعلاف الى 11700. لكن طبعا زي ما حضرتك قلت وذكرتي ان في اخر رمضان وصل سعر الدواجن 40 جنيه في المزرعه، النهارده وصلت 30 ونص 31 بانخفاض تقريبا 25%، وده شيء جيد جدا. بس انا طبعا عايز الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني مرتبطين ارتباط وثيق بالغذاء،
في نعم. وقت بتتعاظم فيه أيضا تحديات الغذاء على المستوى العالمي، وبيتزامن معها تعاظم أيضا في تحديات المياه والطاقة وما إلى ذلك، الجهد المصري المبذول في هذا الإطار وتواكبه أيضا مع تضافر الجهود العالمية، لأن في النهاية التحدي يعني ربما هو قاسم مشترك يواجه العالم كله وليس فقط مصر. نعم صح، زي ما حضرتك بتقولي فعلا القضيه النهارده الازمه عالميه، مش الازمه في اي دوله، الازمه عالميه. ممكن احنا الحمد لله اقل حده من بعض الدول المتواجده والمجاوره بفضل التحركات الايجابيه والاستعداد، واحنا كنا عملنا حسابنا مسبقا ان يكون عندي احساس فرديه لا يقل عن 6 شهور، دي كانت توجهات رئاسيه والحمد لله حققنا هذا الامر. لكن النهارده لما بتكلم على الوضع الحالي وانخفاض اسعار الدواجن، ايه اسباب الانخفاض؟ لازم نقول عشان يبقى الناس معانا خطوه خطوه وفاهمه الكلام ده ازاي. الانخفاض من خلال ان القوه الشرائيه تقريبا للناس انخفضت، مفيش طلب كبير على الدواجن، الناس المواطن المصري بيستعد لاستقبال ان شاء الله عيد الاضحى، فعاوز يوفر جزء من مدخلاته عشان يشتري، لكن ما زال التكلفه زي ما هي. ليه؟ لان العلف لم ينخفض في ظل المشاكل المتواجده عالميا وارتفاع اسعار ايه؟ مستلزمات الانتاج. العلف ما زال 11750، فهذا الانخفاض ده انا كنت نفسي يكون الانخفاض من خلال انخفاض تكلفه الانتاج، لكن مش هنقدر الا اذا تحركنا، وده التحرك الحمد لله بدات في التوجه لزراعه مستلزمات الانتاج. الدواجن النهارده في المزرعه 30 31 تتباع يمكن 35 36 اقصى حد، البيض ايضا انخفض 3 جنيه، البيض كان ب 51 جنيه ونص، الابيض الاحمر كان 53 ونص، البيض الابيض النهارده وصل 48 جنيه والاحمر 51، بانخفاض 3 جنيه الى 4 جنيه في الكرتونه، وده شيء جيد جدا. بنتمنى ان يستمر هذا الانخفاض مع انخفاض مستلزمات الانتاج في ظل ان انا عندي وفره وانا مستعد للازمات المتواجده وعندي احتياط استراتيجي جيد جدا، وانا بتكلم من خلال ان احنا متواجدين في لجنه متابعه السلع الغذائيه المتواجده بقرار معالي رئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه والسيد وزير رئيس الوزراء، فاحنا موجودين وعارفين الاحتياط المتواجد والدعم المستمر من القياده السياسيه بتوفير كل مستلزمات الانتاج بحيث ما يكونش عندي شحيه، ونستطيع ان نتجاوز الازمه العالميه حتى نقوم بزراعه ما يلزمنا من مستلزمات الانتاج، وده اللي احنا بنسعى عليه في المرحله القادمه ان شاء الله. جزيل الشكر دكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبه ادواجن بالغرفه التجاريه. قال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية الأستاذ أحمد الزيني إن هناك تراجعا في سعر الحديد من 20,000 جنيه إلى 18,000 جنيه للمستهلك، بما يعادل ما يتراوح بين 10 إلى 12%. وكشف الزيني أن أسباب انخفاض سعر الحديد بعد تخفيض روسيا سعر خام البليت، بالإضافة إلى قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف أمام الدولار. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، ولدينا وقفتان حواريتان اليوم، الأولى عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعاطي مع التغيرات المناخية في مصر العام 2050، في وقت بالتأكيد يتزامن مع أيضا التطلع إلى أن يكون في خارطة طريق حقيقية وواقعية في مواجهة التحديات المناخية العالمية. أما موضوعنا الثاني فهو عن منتدى دافوس المنعقد في سويسرا، وبالتأكيد اللي بيلقي بظلاله عليه بشكل كبير جدا هو مشهد الأزمة الروسية الأوكرانية وما صدرته من أزمة اقتصادية على مستوى العالم. كونوا معنا بعد الفاصل، وأولى وقفتنا الحوارية في من القاهرة.